أهلا وسهلا بكم في قناة أم ريبال. Welcome to the Om Rapal channel. يا صباح القمر، ازيك يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير قوي قوي. يا رب تكونوا بخير جميعا وفي احسن حال ايما كنتم. ورجعت لكم بفيديو جديد النهارده، اتمنى يعجبكم وانتم وزوجكم. حزار فزار بقى، احنا رايحين فين؟ احنا رايحين مشوار، ومشوار مهم قوي. اصل هو الواجب لابد منه، ماشي؟ وانتوا عارفين ان احنا ولاد الاصول ما بيتعداهمش الواجب، فاحنا رايحين نعمل واجب. اكيد كلكم دلوقتي عرفتوا وفهمتوا احنا رايحين فين. طبعا ما نمناش خالص وما ارتحناش خالص مالس، وقلنا لازم نعمل الواجب الاول، ماشي؟ فتعالوا معانا كده نشوف هنروح فين ونيجي منين. لازم نصور لكم القلب الحدث. طبعا كنت اتمنى تكون الزياره في يعني ظروف احسن من كده، لكن بجد انا حزينه على الموضوع ده. حتى لو لاحظته في الايام الاخيره، فالواحد بجد متاثر قوي باللي بيحصل واللي بنشوفه في الزمن الاهبل اللي احنا عايشينه ده. في الزمن الاهبل الاهبل اللي احنا عايشينه ده، فانا مش عارفه احنا الزمن مودي الواحد على فين وانا جاي منين. لكن اللي بنشوفه بجد على صفحه اليوتيوب حاجه يعني يرثى لها. اوكي، ان شاء الله نصور لكم اول ما نوصل وتكونوا معانا لحظه بلحظه. انتظرونا، احنا دلوقتي لسه خارجين، ما بقالناش كتير. وطبعا معايا حبيب قلبي زوجي العزيز اللذيذ اللي ناقص له حبه قد كده ويبقى حب العزيز. وفي غيره؟ وانا حلت غيره يعني. اتمنى نوصل بالسلامه، لان الطريق طويل، بيكون بياخد يمكن 3 ساعات او كده. فان شاء الله ادعوا لنا نوصل بألف مليون سلامه، زي ما دعيتوا لنا كده لما طلبتكم تدعوا لي. انا صورت لكم بالامس واحنا في مطار شارل ديغول بباريس، وصورت لكم في مطار الملكه علياء بالاردن، مطار عمان بالاردن، وصورت لكم برضه واحنا في مطار القاهره الدولي. فما يفوتنيش طبعا. ان شاء الله تنزل لكم الفيديوهات، لكن لما افضل اعمل مونتاج، لان زي ما انتم شايفين كده انا ما فضيتش نهائيا. ان شاء الله نتقابل بقى في المكان اللي احنا رايحينه. و شايفين المكان اللي انا فيه اصلا اهو، هصور لكم من هنا.
دلوقتي صح ولا مش صح؟ هتقولوا لي ما مش ليا مصرية، ما مش خالص. هقول لكم بقالي اسبوع ونص كده عينيا ما شافتش النوم، يعني بنام كخطيف كده. عارفين نومه ايه؟ النمي كده لما بينام 5 دقايق وبيصحى 5 دقايق، الله كده بالظبط. فالحمد لله والشكر بتقدر ماشي الحال. فارق بقى وتجهيزات سفر والكلام ده كله، وانا هكلمه في الفيديو التاني بتاع الطياره والمطار. مش المطار واحد، لا ده 3 مطارات، شارل دي جول في باريس، ومطار الملك علياء في الاردن، ومطار القاهره الدولي. يعني 3 مطارات لكم ان تتخيلوا طول الليل من اول الليل لاخره في السفر. يعني اتظبطنا من الاخر، بس الحمد لله والشكر لله. نحن الله نشكر فضل نعمته علينا، وصلنا بالسلامه كلنا سالمين غانمين الحمد لله والشكر لله، واهو رايحين نعمل الواجب. طبعا ده امر لابد منه، احنا اولاد بلد ويعني ما يفوتناش الواجب ابدا. طبعا كنا حاجزين من فترة طويلة، والحمد لله والشكر لله ان ربنا قدرنا ووفقنا وقدرنا نيجي في اجازة البنات وكده، عشان نقضي اجمل اوقات في حياتنا مع اخواتنا واهلنا وناسنا، وعشان نعمل الواجب بتاعنا. فالاجازة بصراحة جت في وقتها بالظبط المظبوط. شوفوا الطريق بقى، او احنا اما نوصل ان شاء الله هصور لكم. خليكم معانا مع مصرية، مش هتقدروا تغمضوا عليكم ابدا ابدا ابدا. اما بخصوص مضاد مترين، مرات حرام الموبايلات في الشمسات، مرات الخيخة، فبقول لك بتقولي مصرية راحت عليها. عارفة هقدر اقول لك مصرية راحت عليها امتى؟ لما جوزك يتقلب راجل بدل ما هو مرة يبقى راجل، ساعتها صدقك ان مصرية ممكن تكون راحت عليها. اذا ذكرت مصرية يا بنت ذكرت الاصالة والعراقة وولاد البلد الجدعان قوي. يا بنت الحمارة يا اللي ما بتفهميش، يا مضب يا بنت مضب، يا مرات الخيخة ماشي، يا اختك مرات الراجل اللي ما بيعرفش. ده مش بشهادتك، ده بشهادة امك الزومبي اللي معايدة من الموت. احنا ما قلناش حاجة، دي امك اللي مسيحة له قايلة للولية ام اسهال ان جوز بنتي ما بيعرفش. اذا احنا في البريء في البراءة يعني. بتقولي مصرية راحت عليها، ده لما تروح عليك انت وامك، لما تروح روحكوا عليهم، وجوزك الخيخة المرأة عبرة الرجالة. لو جوزك بقى اتقلب راجل في يوم من الايام وبقى راجل مسترجل، يبقى ساعتها هقول مصرية راحت عليها. انما طول ما هو مرة كده وطول ما هو خيخة وعرت الرجالة، مصرية هتفضل مصرية. اللي جايبالكم حصرية واللي عاملالكم اسهال وخارجة صدمكم 20 متر، ماشي يا باب يا بنت المضاب يا بنت الزومبي، يا مرات حرام الموبايلات في الاوتوبيسات، يا مرات الراجل الخيخة اللي ماهوش راجل. سلام، وانتظروني في المكان اللي احنا رايحينه. شوفوا الدير عليه، دير عناوي دي مسقة؟ ياه وما خلف دي قناية، دي كلها قناية، دي ترعى يا عم، دي ترعى، ترعى بلدنا. اوعى يا واد يا عيد، امشي من بعيد، اسمع بعيد يا واد عم سلام. دول ما تدوا ضربوا للترعى، عمر البنهارسيا في جتتكم هترعى وعجب. الله شوف المنظر تحفة ازاي، ولاد المية خطرة ازاي. احلى حاجة ان مفيهاش ورد النيل، شفتوا الترعى والصراعية والكركات اهي. يا حلاوة يا ولاد، يا حلاوة يا ولاد، يا حلاوة يا ولاد، تعالوا 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 شوفوا الطين الشوكي يا ولاد، والتونة المشوي يا ولاد، يا سواد الحلال يا ولاد. كل حاجة عندنا هي يا ولاد، بلدنا فين بلدنا يا ولاد.
هناك. بصوا المنظر التحفة ده، تحفة تحفة جامد. عايزين دول مشوا ولا كده؟ بس الجو حر خلق. جوزي كل ما يعدي من على لسه سائل عصير قصب من شوية، يعني كل ما يعدي من على حاجة هنقعد نملى بطننا ولا ايه؟ جملة ايه؟ أنا قفلت الكاميرا عشان جوزي بيتكلم، كان بيتكلم يا جماعة.
نوصل، قدامنا بس كده بتاع ساعة إلا ربع أو نص ساعة ونوصل إن شاء الله. تبقوا معانا في كل لحظة. باين عليا قلة النوم طبعا، منمتش بقالي كذا يوم، مبنامش والله، مبنامش كويس خالص خالص خالص، فباين عليا معلش. بكرة ننام ونرتاح. نمنا كتير. نقطة التفتيش الأمنية بكفر سعد. احنا دلوقتي في كفر سعد في المنصورة. في كفر ايه؟ في كفر سعد. باين عليا قلة النوم. يلا معلش لازم نعمله الواجب عشان خاطر الناس الطيبة، الناس الولاد الأصول، الناس الجمال، حبايب قلبي، متابعيني وحبايبي وكل الناس اللي بيحبوا مصرية في باريس. خليكم معانا بقى لحد ما نوصل ان شاء الله، اصور لكم لما نوصل. وحذروا فزروا برضو، خليكم حذروا فزروا احنا رايحين فين. انتم لا بقى عرفتوا كلكم دلوقتي، عيال لئيمة قوي. اكيد عرفتوا طبعا، انا عارفة ان انتم اصحاب مفهومية قوي، وعارفة ان انتم هتفهموا من اول لحظة قلتلكم فيها حذروا فزروا احنا رايحين فين. عمر فكرتي عنكم ما تتغير ابدا، عمر نظرتي ليكم ما هتقل ابدا. واخيرا شكلنا كده وصلنا. كلها بس امطار معدوده ونوصل، يعني امطار بس. شوفوا معانا هنوصل لفين. هنقفل الفيديو عشان احنا هنا في مكان مش هينفع نصور. الصراحة انا ما جيتش عشان اصور. انا قلت بس عشان بقالي كتير ما كنتش مع متابعيني، اسيبكم بقى اترككم في رعاية الله وهوريكم احنا داخلين فين، وبعد كده خلاص ماشي. طب تعرفوا انتوا بقى تقولوا كلت قفص بصل مصيت لبشة قصب، كلت قفص بصل مصيت لبشة قصب، كلت قفص بصل مصيت لبشة قصب 10 مرات. احنا دلوقتي في العناية المركزة في دمياط في مستشفى تخصصي، ان شاء الله اول ما اخرج هطمنكم كلكم ماشي. طبعا انتوا عرفتوا احنا كنا عند مين في العناية المركزة، احنا كنا عند محلاوي. بسم الله طبعا راجل زي الفل، مفيش اي حاجة. ولاد الحرام، بالنسبة لولاد الحرام في المستشفى يا جماعة، احنا قاعدين بس على الكافيه المتواضع الجميل ده اللي اصلا المستشفى. قاعدين بس على الكافيه المتواضع الجميل ده اللي اصلا المستشفى.
خلصنا وخرجنا بصراحة الجو حر جدا، قلنا بس نشرب عناب سقعان، هما بيقولوا عليك العناب سقعان، قلنا نطلب أي حاجة نشربها كده بس تطري على 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 قدنا كده، وبعد كده إيه قبل ما أروح يعني. الحمد لله والشكر لله، شفنا مامته وست صغيرة جدا جدا، وشفنا زوجته وشفنا ولاده كلهم وشفناه، وهو زي الفل. اي واحده بنت حرام بتقول ان هو بيموت ان شاء الله هي، بتقول ان هو بيحتضر ان شاء الله هي واللي جابوه امه وابوه وولادها كلهم. اي واحده تقول ده ما بيتكلمش مش هيتكلم تاني ان شاء الله هي. ماشي، الراجل زي الفل والله العظيم، الراجل اطمنوا كلكم الراجل بخير، لكن هي مساله وقت بس، وانتوا عارفين يعني مش سهله، يعني مش سهله ان الواحد ينسف الدم ده كله ويروح البيت، يعني لازم يقعد لما يستعيد صحته من تاني، لكنه هو والله بخير الحمد لله. طب سيبكم من دي، تعرفوا تقولوا قميص نفيسه نشف لا ما نشفش، قميص نفيسه نشف لا ما نشفش، قميص نفيسه نشف لا ما نشفش، 10 مرات بقى. احنا قصاد المستشفى، هي دي المستشفى يا جماعه، هي دي المستشفى. هجيبها لكم دلوقتي، هي دي المستشفى اهي. طبعا هي كبيره جدا، المبنى كبير جدا والسور ده كله عليها اهو. احنا قاعدين على الكافيه اللي هو ده كافيه البدوي اللي هو قصاد المستشفى على طول، اسمه كافيه البدوي. فانا عايزاكم تطمنوا كلكم الراجل بخير الحمد لله والشكر لله، وحتى الحاج رفعت معايا اهو. ايه رايك؟ مش محلاه زي الفل؟ الحمد لله ربنا يخليك يا رب ان شاء الله. ربنا بيتكلم من دماغه، لكن هو الحقيقه ربنا يكرمه ان شاء الله، هو زي الفل والله. الحمد لله، الحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله. طبعا كنا نتمنى نشوفه هو وزوجته في الظروف احسن من كده، لكن الحمد لله النصيب. و بطمنكم كلكم وبكده. طبعا يا جماعه اصل ده واجب وده لازم نعمله، طالما احنا في مصر ما ينفعش ما نروحش نزور محلاوي. محلاوي اخ عزيز وغالي، ومن ساعه ما قال مصريه اختي وانا حملت الكلمه دي جنينه فوق راسي، كلمه مصريه دي اختي او حدوته اختي. فطبعا الجميل ملوش غير اجمل منه، كان لازم نيجي ونحمله السلامه بنفسنا ونشوفه ونطمن عليه بنفسنا. امال اطمن متابعين ازاي؟ اذا كنت انا نفسي ما كنتش مطمن اطمن متابعين ازاي؟ هكدب عليهم، لكن لما اشوف بعناية احسن وافضل، عشان انتوا عارفين ما ينفعش اقول لكم ده كويس او مش كويس من غير ما اشوف. انما دلوقتي لما اقول لكم ان هو كويس وبخير الحمد لله والشكر لله، يبقى الراجل كويس فعلا. وعايز اقول لكم ان اهله كتير قوي، اه والله لقينا هنا ناس كتير قوي، لدرجه ان الراجل بتاع الامن كان عمال كل شويه بيقول يا جماعه انتوا كتير قوي، الزياره ده كده ما ينفعش، كده ما يصحش. اقوم انا اقول لهم لا انا جاي من بعيد، انا هقف واللي جاي من قريب يتفضلوا، علشان انا جاي من بعيد يعني. وقفت الساعه كامله، ايه رايكم بقى؟ وقفت جنبي الساعه كامله، شفتوا بقى؟ ما رضيتش افوت ولا دقيقه. حلاوي جدع قوي عشان تكونوا عارفين وبيقصوني. وكلمت والدته وكلمت زوجته وكلمت ولاده، البنات ولاده الصبيان ربنا يحفظهم له ويبارك له فيهم يا رب، ويرزقه ويرزقه بالرزق، اللهم امين يا رب العالمين. اما اي واحده حيكه لايكه كولايكه جاموسه هيكه تقول لكم ده بيحتضر، ده بيموت، ده مش هيتكلم تاني خالص، قولوا لها موتها لما تجيلك انت واللي جابوك، انت واللي بيحفظوك. اللي طالبة الموت ربنا يجيبهولها لحدها ان شاء الله، اللي طالبة الخرسان ربنا يخرسها هي وامها وابوها وكل اللي عزوا عليها. ماشي؟ اما الراجل والله العظيم كويس جدا، بس هي مسألة وقت. ماشي، لان الراجل نزف دم كتير وكده، فهم الدكاترة قالوا هيستنى معانا شوية وبعد كده هيطلع، فخير ان شاء الله. وان شاء الله عدوين يا رب اللي يكرهوه وهم اللي يناموا ما يطوفوا وهم اللي يجوروا في 60 داهيه. اما الراجل فالحمد لله والشكر لله، صدوق كلامي ثقه، احنا كنا واقفين جنبه يمكن ساعه كامله. وبكده بقى
يبقى ايه الفيديو بتاعنا خلص؟ عايزين ان حاجه تاني اروح انام بقى ولا اعمل ايه؟ اروح انام؟ طيب انا شربت عناب ساقع اهو وعمال اخد عصير في عصير في عصير في عصير كده طول ما انا راكب العربيه لان الجو حار، جو شوق جدا. ف عايزين مني حاجه تانيه يا اولاد؟ بتهيألي كده اروح انام بقى. طيب ان شاء الله في فيديو هينزل لكم النهارده، مش عارفه قبل ده ولا بعد ده، لكن المهم ان في فيديو هينزل لكم، هو معمول من امبارح من قبل ما امشي على المطار. على فكره على فكره انا سلمت لكم عليه نفر نفر، كل متابعيني متابعين مصريه في باريس سلمت لكم عليه كلكم بلا استثناء، من اول سناء ومعمار وياسمين ياسر وكل حبايبنا ومحبينا وكل متابعينا، متابعين مصريه في باريس، قلت له متابعين حدوته مصريه بقى، قلت له بيسلموا عليك كلهم ويتمنوا يجوا يشوفوك ويسلموا عليك بنفسهم، لكن انا مرسلهم طبعا وانا هطمنهم عليك. بربرينا ضرب بربريكو، يقدر بربريكو يضرب بربرينا زي ما بربرينا ضرب بربريكو؟ بربرينا ضرب بربريكو، يقدر بربريكو يضرب بربرينا زي ما بربرينا ضرب بربريكو؟ بربرينا ضرب بربريكو، يقدر بربريكو يضرب بربرينا زي ما بربرينا ضرب بربريكو؟